لكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى احوالكم تكون طيبه وتكونوا لاباس عليكم وبخير وعلى خير. يلا البنات، بعد ما جمعنا الدار وبعد ما واخا مشاركتش معكم، بعد ما جمعت الدار وبعد ما تتعرفوا رمضان كتنوض الصباح، بعد ما كينوض مأخر ما كينوضش بكري صراحة. واخا هنا كنوضو مع وليداتنا حقاش خصهم يدخلوا للمدرسة، بحال كيمشيو للمدرسة كينوضو يقراو مع 8 ما تيخرجوش حتى ل 12 تيتغداو تاني وتيرجعو. كما غتشوفوا معايا دابا ولدي راه تيدير في داخل دابا كيقرا بعد ما بنات نشرت الحوايج، وانتم عارفين كنديروا داك الشيء ديال الاساسيين ديال الدار. دابا خصني ندخل للكوزينه صراحه اليوم ما غنوجد شي حاجه بسيطه، ما غاديش ندير شي حاجه اللي واو. الحريره راه جات درتها البارح بقى عندي، ما غندير شي حاجه اللي واو. المهم غندير مع شي حاجه بسيطه، مائده بسيطه، لانني انا وراجلي اللي كنصومو ويلا باش دوزوا معايا النهار ان شاء الله. ونتمنى نكون كنكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، ويلا هو باش دوزوا معايا النهار وتشوفوني اشنو غادي نوجد الفطور تاعي ان شاء الله خطوه بخطوه. واخا غتشوفوا عادي غنوجدوا عادي، كاين حتى حاجه اليوم لي سبيسيال. كاين اللي باقي موجودين عندي درتهم البارح وكاين اللي موجود دابا. المهم كنتمنى لكم نهار مزيان وكنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، ويلا وباش تشوفوا وتدوزوا معايا باش نوجدوا الفطور تاعنا. يلا معايا هنا البنات، جبت الدياله ديال الغنمي غادي نديرها بالبصله والزبيب اليوم. شوفوا البنات بقى جامده ما بغاش تطلق ليا، ولكن غتطلق مع العافيه. المهم غادي نقليها بشويه العطريه، كلشي كيعرف يدير العطريه ديال اللحم ما نحتاجش نقولها. غادي نسد عليها نخليها حتى تقلى كما كتشوفوا وارجع معاكم. هنا البنات بعد ما تقلات ضفت ليها واحد الحبه ديال البصله مشلطه وخليتها حتى تقلات مع شويه البصله مزيان. ودابا غادي نبللها البنات وغادي نخليه يطيب على خاطرو وغادي نمشي باش نكمل مع وليداتي لانهم كيقراو. غنمشي باش نكمل معاهم ونعاونهم. انتما عارفين انا درت معكم الروتين اللي كندير اليوم. غادي نمشي، واحد خصو يدير واحد الامتحان حطوه ليه دابا، وواحد كيقرا مع الاستاذه ديالو خصني ضروري نسمعوا شنو تيقول. وهذا يلا معايا نمشيو نشوفوا الدراري. البنات جيت عند ولدي صغير اللي كيقرا سير يقرا مع ديك المايسترا ديالو المعلمه ديالو، خاصني نجي نسمعو شنو تيقول، واش منتبه ولا ما منتبهش ولا جالس. ثم تتعرفوا خصني ضروري نكونتروليو. بعد ما خليت الدياله كطيب على نار مهيله لانه باقي الوقت الاربعة ونص دابا. ايوا ولدي غادي يكمل مع الخمسة ونص كما كتشوفوا. جيت طليت عليه شفتو واش الامور هذيك، هدرت معاه صافي وغادي نمشي باش نطل على الدري الكبير تا هو اللي بارك في الصاله وانتوما معايا. دابا جيت عند ولدي الكبير تا هو خصني نكونترولي نشوف واش كيدير. وهذا جيت غادي يدخل دابا باش يدير امتحان، لانهم كل نهار ولدي الكبير كل نهار دابا كيحطوا لي امتحان. دابا عدو واحد الامتحان خاصو يدخل يديرو. ايوا خصني نجلس حداه باش تشوفوا نشوفوا شنو، واش مركز واش ما مركزش. المهم خصك تكونترولي الدراري ما تنسيهمش، ماشي رمضان بنادم يدخل الكوزينه وينسى وليداتو ولا ينسى دارو، لا خصك مره مره تكونتروليهم، مره مره تجلسي معاهم شوفي واش كيديروا اش ما كيديروش. حيت ماشي حنا في عطله وجاف بزاف تاع الدروس صراحه وبزاف تاع هذا، يعني خاصنا حنا نعاونوهم من ناحيتنا بداك الشيء اللي قدينا عليه وصافي. يلا وانتم معايا وغدوزوا العشيه معايا، مرحبا بكم عندي بنات. بعد ما مشيت شفت وليداتي اش كيديروا اش ما تيديروش، خليتهم
جيت هنا غادي نوجد معكم واحد بحال مافين، بحال مافين صغار مالحين على شكل قليم. هنا درت جوج بيضات البنات ودرت واحد القبيصة ديال الملح وكاس تاع الزيت كما كتشوفوا ونص كاس ديال الحليب، وغادي نحرك الكل حتى ينسجم مع بعضياتهم كما كتشوفوا. هذه وصفه رائعه، جربوها البنات. الا بغيتوا ديروها على شكل قالب كبير ديال الحلوى، بغيتوا ديروهم فرديين صغار ديروهم، المهم لكم الاختيار، تفنوا فيهم كما بغيتوا. هنا غادي ندير شويه البزار كما كتشوفوا، وغادي نحرك الكل مع بعضياته حتى ينسجم باش نبدا ندير في الفورص كما كتشوفوا. المهم الفورص غادي نديرها بحال اللي كنديروا في كيكه البنات، كيحبوها الوليدات وكتجي رائعه رائعه رائعه. جربوها وردوا عليا الاخبار. هنا غادي نحرك مزيان حتى تنسجم مع بعضياتها وتبدا تقال شي شويه بحال كيكه. ديروا بحال لا باغين ديروا كيكه، هي مالحه كما كتشوفوا. انا غادي نزيد هنا واحد الربع كاس ديال الماء دافي، ضروري هذه المرحله انا كنديرها حتى في كيكه، كنستغناش على هذا الماء، ضروري خصني نديرو في كيكه ولا المهم كيكه مالحه ولا كيكه حلوه. وانا تدريجيا كنزيد في الدقيق كما كتشوفوا. غادي نحرك الكل مع بعضياته حتى ينسجم ليا مع بعضياته وولي الخليط ديالنا تقيل شي شويه، ما تقيل ما خفيف، مي بحال كيكه انا كنخليه تقيل واحد شوي ماشي بزاف كما كتشوفوا على هذا الشكل كما شفتوا، تقيلش ما تقيل ما خفيف. غادي نبدا نضيف دابا العناصر اللي عندي اللي هما متكونين من خديت واحد الحبه كما كتشوفوا كما شفتوا معايا. غادي ناخذ الحشوه اللي غادي نضيف لتحت اللي هي الزيتون مقطع وحبه ديال الفلفله مقطعه حمراء وعلبه ديال المايس اللي هي الذره المعلبه كما كتشوفوا، وغادي نخلط الكل حتى ينسجم مع بعضياته ونضيف ليه العناصر الاخرى اللي هي البنات. غادي ندير هنايا، نتوما ديروا البنات على حسب اللي عندكم، انا ما كانش متوفر عندي الكاشير لانه تقاد عليا. تنصايبوا ونشاركوا معكم. هنا درت الديك المدخن كما كتشوفوا، درت هذاك الديك المدخن. غادي نحرك الكل حتى ينسجم مع بعضياته، غادي ندير حك ديال الطون كامل بالزيت ديالو كما كتشوفوا. غادي تشوفوني انني ما درتش كميه الزيت في الاول كثيره، يعني غادي ندير غير الطون هنا بالزيت ديالو. نطرت لي هذيك باش كنت كندير. مهم غادي نضيف الفرماج كما كتشوفوا، هذا موتزاريلا، وغنضيف واحد جوج معالق ديال الفرماج كبار وواحد معلقه كبيره ديال الموتزاريلا محكوكه، وغادي نخلط الكل حتى ينسجم مع بعضياته كما كتشوفوا. ودابا البنات غادي نضيف لي انايا خماره ديال الحلوى. بالنسبه للمغرب يديروا جوج خمارات تاع الحلوى مع شويه الدقيق، ونحرك الكل كما كتشوفوا لان هنا الخماره الحلوى فيها كتساوي جوج ديال المغرب. بالنسبه للمغرب يديروا جوج خمارات، انا هنايا درت خماره كامله. غادي نخلط الكل وغادي نمشي نوجد القوالب اللي غندير فيهم الخليط تاعنا. البنات عندي انا هادو ديال السيليكون كما كتشوفوا على شكل قليب كنديرهم، صراحه كيجيو زوينين، كندهنهم بشويه تاع الزيت كاملين واخا هما ما تيلصقوش ولكن ضروري كندهنهم بشويه الزيت. وغادي نبدا نعمر فيهم بشويه حتى نكمل الكميه ديالي كامله على هذا الشكل كما كتشوفوا. اللي بغى يخشي فوق منهم، بغى يخشي وسط منهم طرف ديال الموتزاريلا خشيه، واللي بغى يدير الفرماج من الفوق يدير، اللي بغى يدير فيها الربيع يديرو. انا ولادي ما تيبغوش ليا فيها الربيع، داكشي علاش ما تنديروش. ولكم الاختيار، اللي عندكم البنات في الدار، اللي عندكم لوحو فيها، اللي عندكم بغيتو تشحروا الخضره وتلوحو فيها، بغيتو تشحروا الفلفلات عاد ديروهم فيها، البصله، المهم اللي عندكم، واخا ديروها غير بالفلفله والبصله والطون
الزيتون مقطع كتجي رائعة البنات. شي نهار نشاركها معكم في المول الكبير كتجي حتى هي رائعة. انا كندير هذه على شكل فرديين، كنطيب بالكمية بالكمية وصراحة، وكيصبروا حتى في الثلاجة. وجربوهم نتمنىهم يعجبكم، جربوهم وردوا عليا الخبر، لانهم والله الا كيجيو رائعين رائعين وزوينين وخفاف وصحيين في هذا رمضان. انا اليوم درت غير فطور خفيف وظريف البنات. يلا كملوا معايا بنات. بعد ما عمرتهم درتهم في اللاطة، واللاطة درت فيها واحد الكمية ديال الماء لانهم ديال السيليكون باش يجيو ترطبين وزوينين. ودابا غادي نخشيهم في الفران، غنشعل عليهم من تحت ومن الفوق 175 درجة الحرارة وتيطيبوا ونشوفوهم. ما خشيتهم البنات في الفران، جيت هنا كان رميت درت البصلة ودرت الزبيب وقطرات ديال شوية الماء زهر، وغادي نضيف لي واحد جوج معالق ديال السنيده كما كتشوفوا، وغنضيف لي واحد حساب معلقه ديال القرفه، ورشيت فيه واحد قطيرات ديال الماء زهر، وغادي نسد عليه وندوز باش ندير التحليه. والحريره راها عندي كديرها البارح، والبطبوط معمر بالكفته والبصله وهذا تا هو عندي. يلا نكملوا الفيديو بنات. بعد ما رميت البصله تاعي والزبيب ودرت هذوك القليبات تاعي في الفران، دابا غادي نجي باش نوجد التحليه. كما كتشوفوا غادي ناخذ جوج بنانات وجوج شهديات وجوج كيويات، المهم اللي متوفر عندكم. بغيتوا ديروا الفريز، بغيتوا ديروا التفاح، بغيتوا ديروا اللي عندكم في الدار. انا غادي ندير هادو الشهديه والكيوي والبنان، كيجيو رائعين، المذاق ديالهم منسجم كيجي رائع. غادي نكتفي بهذا الشيء، غادي ننقي الكل كما كتشوفوا وننقيهم كما شفتوا معايا. وعندي هنايا واحد ثلاثه الحكاك ديال دانون، غادي نديرهم غير بدانون البنات. عندي ثلاثه الحكاك ديال دانون، وعندي واحد السيرو ديال الفريز، وخديت الشوكولاط، غادي ندير شويه الشوكولاط والتمر وشويه تاع اللوز مهروش. كما شفتوا البنات بعد ما نقيت البنان غادي نديرو في شي طبيصيل ونخليه على جنب، ونكمل التنقيه الاخرى نديرهم داك مربعات صغيورين على هذا الشكل كما كتشوفوا. هذه تحليه ساهله ماهله وصحيه في نفس الوقت البنات، كنعتمد عليها الصراحه ديما لانها كتجيني عمليه وكتجيني ساهله خصوصا من ما كيكونش عندي الوقت. يلا نخليكم مع الفيديو. البنات بعد ما قطعت كل شيء على شكل مكعبات صغار، غادي ناخذ الشوكولات نوتيلا ولا اللي عندكم، المهم انا كان متوفر عندي الشوكولات، غادي نديرو في القاع ديال الكاس اللي غادي نديرو فيه التقديم، ولا المهم اللي غادي فاش غادي ديروا التقديم. وغادي نبدا ندير شويه الكيوي فيهم بثلاثه، وغادي نبدا ندير شويه الشهديه كما كتشوفوا، وغادي ندير طبقه ديال البنان، وغادي نبدا نخوي عليهم دانون البنات. كما شفتوا انا غادي ناخذ هذا الدانون اكتيفيا ديال الزرع اللي هو صحي، واحد الزرع وواحد غناخذو ديال القرقع والزرع، المهم هو صحي وزوين. غادي نديرو وغادي ندير الطبقه الثانيه ثاني نفس الشيء اللي درت في الاول. غندير شويه الشوكولاط بعدا كما كتشوفوا، وغادي نبدا ندير ثاني شويه تاع الكيوي وشويه تاع الشهديه وشويه البنان، وانا غاده بحال هكا حتى نكمل الكميه كما كتشوفوا. هنا البنات اكتفيت انا بثلاثه الكؤوس لان
كناكلو ما انا والزوج تاعي. ولادي ما تيبغوش ليا بحال هكا، كيبغيو الفروتة تكون مقطعة عادية ما تكونش فيها دانون. مهم هما خليت ليهم ديالهم على جنب، وانا درت هادو غادي نرافقهم بالفطور. البنات غادي نحطهم الصراحة في الفطور، ما نديرهمش للسحور، السحور نقدر غادي ندير فلون ولا شي حاجة. مهم غادي نكمل الكمية ديالي على هاد الشكل بهاد الطريقة بسيطة وسهلة البنات، وكتجي بنينة وصحية في نفس الوقت. ومهم اي فاكهة عندكم في الدار يمكن لكم ديروها. هنا عندي السيرو ديال الفريز، غادي نديرو من الفوق عليهم، وغادي ندير دانون تاني كما كتشوفوا، هذا ديال القرقع، فيه طروفة ديال القرقع الصراحة صحي، غادي نديرو من الفوق، نزيد طبقة اخرى. وهانتوما مع الطريقة هنا البنات، بعد ما كملت الطبقات كما كتشوفوا درت طبقه، درت ثلاثه طبقات البنات. غادي ناخذ التمر اللي حيدت له العظم ديالو، وغادي نقسمه قسيمات صغيورين اللي تا هو صحي صراحه صحي. وغادي ناخذ الشوكولات امورو البنات، الشوكولات اللي مر ماشي حلو، هذاك المر حيت هو اللي كيعجبني بصراحه. غادي ناخذو، بغيتو البنات ديروا حتى الشوفان من الفوق ديروه، انا البنات ما بقاش عندي صراحه، اللي بقى عندي درت به الشوربه صافي، ما بقاش عندي وبقى ما خرجتش باش نجيبو. مهم اللي عندكم البنات التزيين كيبقى حسب اللي عندك في الدار، ما تكلفيش على راسك وتمشي تاخدي شي حاجه باش ديريها ولا شي حاجه، لا اللي عندك في الدار قدي به. هادشي اللي كنعرف انا، اللي عندي في الدار كنقدي به. هنا البنات غادي نزيد واحد الحك خر ديال دانون كما كتشوفوا باش نعمر الكؤوس ديالي. غادي نضيف ليه كاملين متساويين بحال هكا، وغادي نضيف ليهم التمر شويه هنا شويه هنا شويه. المهم التزيين كيبقى حسب الاختيار وحسب اللي عندك، كما كنقول لك ما تكلفيش راسك وتمشي باش تجيبي شي حاجه ديريها، باش حاجه بسيطه كتجي صراحه راقيه في نفس الوقت وصحية في نفس الوقت، وهذا هو المهم. وباش اللي عندك في الدار هو اللي تقضي به، ما تكلفيش راسك على شي حاجة اللي انتيا الصراحة باش خصك ديري شي حاجة، خصك لا ضروري ديري شي حاجة، ضروري تمشي تشري ليها شي حاجة، لا اللي عندك في الدار اكتفي به. واحد خصو يتعلم اللي عنده في الدار اكتفي به. هنا البنات كان عندي واحد شوية اللوز مهروش، ديما كنخلي واحد شويه في البواطه ونخليه على جنب كتبغي تحتاجيه، درته من الفوق اللي مخلط بكاوكاو، درته البنات من الفوق، وها هو. وغندير فوق منه دابا سيرو ديال الفريز. هنا راه قرب الفطور البنات صافي، غنخشيهم غير يبردوا شويه في الثلاجه، يشدوا راسهم بما وجد الطابله ديالي. ونتمنى من نهاري يكون فادكم واستفدتم منه ولو القليل. ومرحبا بكم مع قناة عالم بشرة في إيطاليا، والصراحة كنشكركم على التعليقات ديالكم، وشوفوا كي جاكم، ونتمنىكم تجربوه وتردوا عليا الخبار، كيجي رائع رائع البنات، جربوه على حسابي. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ونخليكم مع الصور اللي وجدت اليوم. مع السلامة، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي تعليق اللي نشوف فيه كيف جاتكم الوصفات ديولي، وكيف جاكم فطوري البسيط وكتحضر في زعما في ثواني قليله، وشوفوا كيف جاوا معايا هذوك المافي اللي درت، ولا الكيك المالح كما كتشوفوا، كيجيو رائعين وراقيين في نفس الوقت، وكيجيو بنان البنات. نتمنى من الوصفات اللي قدمت معاكم ينالوا الاعجاب ديالكم، وغنخلي لكم الصور ديال الطبق ديال الدياله اللي وجدتو بالبصله والزبيب، جا رائع وجبنين البنات، هو والديسير. وكان عندي حويجات اخرى اللي هما ما كنديرهمش ديما الصراحه،
ما تكلفوش ريوسكم الكوزينه، ما تخرجوش ليها من الصباح حتى العشيه، يعني كفيك هذاك الوقت من 4:30 توجدي كل شيء، وكل شيء زوين وكل شيء يكون متول. يلا مع السلامه، ومع فيديو قادم ان شاء الله، واللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من لايك. مع السلامه.